شوف احكي لك في الموضوع بسيط. حس انا من داجي احد الاخوان تحدث لي قال انا راح اتراجع على دائره الجوازات. طيب هو اصلا من محافظه نسان وساكن بغداد طبعا، وعلى دائره جوازات احد اللي فيه بالرصافه ما اريد اسميها، يقول 20 مره يرجعون لي للعماره، مره يقولوا لي بدل الجنسيه، مره يقولوا لي جيب لنا صحه وصدور بالشهاده، مره يقولوا لي روح جيب صحه صدور بطاقه السكن تأيد من بطاقه السكن المختار، مره يقولوا لي يعني يقول مره اخرها يقول الصك كملت المعامله وحاسب استماره، قالوا شنو هذا الصك بدون تاريخ؟ يابا قلت له التاريخ ينكتب، قال لا روح تلغيه وسوي صك جديد، معناته يلغيه ويلغي الاستماره يعني. فيقول اخرها واحد من الحرس اللي بالباب قال له شو هاي تروح وتجي؟ قال له والله ايش الموضوع؟ قال له بسيطه جيب المعامله. جاب المعامله راح قال لي تكمل معاملتك $100. يعني هذا اللي بالباب تخيل هذا موجود طبعا شاهد يتحدى الشاهد يقول اضطريت دفعت هذا المبلغ، هذا موجود شاهد. قد دفع؟ $100 يعني دفع. المعنى قصد يعني متهم هنا دائر لا والله ابدا، يعني هم الاخوان اخواننا واعزاء وقدموا الدماء والتضحيات، ونتحدث عن عينات ما نتحدث عن مؤسسه، هنالك الكثير من ابناء وزاره الداخليه ابطال وناس مضحون وقدموا ما قدموا من التضحيات من اجل العراق ومن اجل امن العراق، ما ننسى فضلهم ابدا ابدا ابدا. نحن نتحدث عن بعض الحالات المريضه شوه سمعه مؤسسه.